انا ما حبيش نتكلم ياسر معاكم، ما نعرفش انا في القائمه اللي تشيزني القريه ولا لا، لكن حتى لو كان مش في القائمه انا اسمح ان اتحدث على صحفيين باي صحفي خلينا معاكم في معاكم في القائمه. شوف انا لا ندعي لا نضالا ولا بطوله، لكن انه طارق الذياب اللي كان يحضر بلاتوات اللي كنا نقدموها في حنا بعل كان يعرف منيح ان نتكلم جيدا، وقت اللي يقول 23 سنه حتى الكلمه ما نجمش نعودها مسكتين فاهمهم 23 سنه لا يتكلمون، يعرف جيدا سيد طارق الذياب بانه هذا غلط، على الاقل انه يعرف عندما كان ممنوعا عليه ان يظهر في كل التلفزات الموجوده في تونس أو يعرف مليح شكون اللي عداه وشكون اللي عمل مع الحوارات وشكون اللي خالف التعليمات لكي يقع تمرير حوار مع طارق ذياب. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه نحب نختبرها الان شويه من صبر طارق ذياب، لان باش نذكروا ماذا قلت في السيد عبد الله الكعبي الوزير الرياضه السابق في العديد من المناسبات، لكن اذكر حاجتين فقط. والسيد عبد الله الكعبي اعرف جيدا ان يشاهد هذه الحصه الان، وحتى لو لا يشاهدها سيشاهدها في الغد او بعد الغد في الاعاده. اذكر مليح ونطلب من السيد عبد الله الكعبي ان يكذبني عندما كان وزيرا للرياضه بانني ما قلتش الكلام هذا مثلا، وطارق ذياب يعرف الكلام هذا ربما كان يشاهد في برنامج بالمكشوف وبرامج الرياضه على قناه حنا بعد. ما نذكر حاجتين، ما نعرفش فتحي كان ذكر ولا مره توجهت بالكلمه مباشره للسيد وزير الرياضه السابق، قلت اتوجه المسؤول الاول بالرياضه بانه زعما ينجم اليوم الصباح عندما يقوم الصباح باش يحلق ذقنه ان ينظر الى وجهه في المرآة، هذه الحاجه الاولى. واذكر جيدا اني اهديت بيت شعر لابو الطيب المتنبي الى وزير الرياضه السابق عبد الله الكعبي، قلت له وقتها ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. هذو مزوز واجهتهم بها الوزير الرياضه السابق، ولا اذكر بانه لا اجابني ولا صارت لي اي مشكله، والحق يقال ها اني اعيدها للتاريخ. للتاريخ نذكرك قابلنا انا وهي وهو وزير الرياضه صحيح، اش قال لنا؟ قال لنا برسمكم سيبوني شويه شوفوا وزراء شوفوا وزراء اخرين. تذكرها مليح. نحب نقول لصديقي طارق ذياب ان شاء الله وقت اللي تخرج من الوزاره هل بامكانك ان تنظر الى نفسك في المرآة؟ نحب نقول لك حاجه اخرى ايضا لك هذه المره وليس الوزير السابق، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. سي طارق،